طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الدرس ده طبعا إزالة خلفية صورة باستخدام كوريل برو 7، اللي هي ريموف باك جراوند ايميج يوزنج كوريل برو اكس 7. طبعا انا عملت الشرح برضو نفس الصورة دي بس بطريقة غير اللي انا هديها لكم. طيب، الاول هروح للأداة دي اسمها شيب تول، او اختصارها F10. انا لو دوست على F10 هتيجي بحدد ايه المعلم دي، بعمل كده وبقول لها ايه اد. شفت النقطة دي؟ لو طلعت نقطة تانية نسوي ايه اد، برضه هنا في نقطة، هاجي هنا اقول اد. انا باخد نقط عشوائية يعني، بدوس كليك يمين، كليك يمين وبقول له اد. هنا برضه كليك يمين وبقول له اد. هنا كليك، هنا كليك يمين. طيب انا لما باجي اقف كده الصورة بالكتاب، ايه رايكم؟ لسه طبعا انا واقف كده بدوس كليك واروح طالع الاداة دي كده، اديتني اداة الدورة اللي انا عايزها. كده بطلع الهدف الدوران دي، النقطة دي يعني حاسسها ملهاش لازمة، بدلتها وبعمل كده وأطلع. لو حسيت ان انا عايز ازود نقطة ازودها، وبكده اكون خلصت الدرس. برضه تقعد تظبط فيها شوية كده في الدوران، انت مش حاجة بس
معاك الأسهم دول هم اللي هيتحكموا معاك. كده أنا جمعت صورة بطل كتاب والفيديو معاكم، الأولاني والتاني. متنسانوش إنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وإذا عجبك الفيديو ديسلايك، وما تنسوناش من سوا دعواتكم الصالحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.